أنا راح أقدمها نصيحة لك، وأتمنى أنك تأخذها بعين الاعتبار. أعرف أنك توك طالع من تجربة فاشلة، وأعرف أنك توك خلينا نقول كابوس وطلعت منه أو صحيت منه. وبحكم أني أنا أكثر واحد قريب منك وأعرف كل تفاصيلك وأعرف طريقة تفكيرك، وأعرف أنك أنت إنسان بيتوتي ما طلعت ولا شفت، وما قدامك غير أنا وأسرتنا اللي بالبيت، وكان عندك فراغ عاطفي رهيب، فأتمنى أنه مو أي شيء تشوفه قدامك معناته أنه هذا هو الشيء اللي راح يقفل لك الفراغ العاطفي. طبعا فاهم أنت كلامي زين، وصلتك الرسالة، وعارف أنه بنت خالنا ما هي الجهة اللي راح تسد لك فراغك. الظاهر أنك عارف أنها جت في التوقيت الخطأ. سبحان الله، حضورها أبدا ما كان خير لا علي ولا عليك. أنا كنت راح أطلق وأنت طلقت وكان اللي كان، بس أتمنى حساباتك الأولى اللي ما كنت محسبها صح الآن تحسب حساباتك صح، وتعرف أنك أنت في حاجة إنسانة ذكية وما تكون خبيثة، وتعرف تداري أمورك وتعوضك عن الشيء اللي راح. سنين عمرك اللي فاتت تكون الزوجة الجديدة عوضاً عن الفترة اللي راحت كلها. انقسيت عليك، أنا أخوك، أخوك اللي يحب لك الخير. أتمنى أنك ما تسيء بالظن. أحبك يا أخوي.